بينارو جهداري تريزدار صلاة خدي السروابن اتجال خلاك كاني بانا هي خدي اش برنامه و برنامه مجوا اسلامي ام بردوامين اگر خدي حس كتن سر پاقش کرنو رامالینو و شروع بکرنا مجوا اسلامي او تشتي نلائقي سيرتا صحابت پیغمبر صلاة خدي سربن یه نبسر اخلاق و روشت امت اسلامی وابتن به گمان او تشتا اوی کو دجمنا هاویتی اتناف بر پرد تاریخی دا مراماما اشساس کرنا اوی برنامه و یه توکی وی هر اوه بیا کو ام تاریخ اسلامی اپوی شوی پاقجو بجین نیشا گهدارو بینارید خواب دین ام نهیلین اگر خود حس کتن هر تشتا که نیه هجابتن اتجال اخلاق و روش اسلامی و دیر بتن اش فرمان خود و پیغمبری صلوات خود سربن اوان تشتا اشناف تاریخ اسلامی بابجین داری گش مجوا اسلام نیشا بسرمانا بدی اتخلاکت بوریدا ما بحث روایتا که کربی او روایتا هاتیه و گوهاستن ابدرو اببختی در حقا معاویه دا او روایتا اتبیجتن خلق شامه اتحاویتا علی اتحاویت امام علی سر منبرا و قصش کستید گوتنه حاشا و لعنت لید باراندن السر منبرا بفرمانا معاویه دلیل شیعه طبعا بگو من که اف رواتها شیعه یا وگو هستی کتبت وانده یا بربلاوه و یا هی دلیل وانا السر اوه گوتنه اف رواتها اواکو صحیحه مسلمی ده هاتی اوا ادبیشتن جاره که معاوية بسيارش عامر بن سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص أف صحابي نافدار مشهور يه پیغمبري صلاة خود السر بن بجا بانال سر زمان سعادية بابشتي سعادية بجا شنكا عيال صحابي مازنبي كورتوانة مازنبين و بجا شنكا تاريخ دي بحث كورتوانة كتن نافدوانة دي ان أبا عامر بن سعد بن أبي وقاص بيش تنجارك معاوية بسيار جيكر قوتي اوتا بوچي و تو بوچی نهاویجی امام علی تو بوچی قصش کستی و لعنتا الامام علی نبارینی اینا گود عامر بن سعد بن ابی وقاسی گود اشبر سه تشتا پیغمبری صلوات خود سر بن در حقا ویدا گودی هر ایک شواناب تنه پیغمبری خود صلوات خود سر بن در حقا مدا گود با بومن و الدف من الدنیای و کلی تشتا که دنیای دا بومن ابقدرتر و ابقیمت تر بی خوش کبرایت عزیز بینارو و گهدارت رزدار اف رواتا ها یهات یه بلاف کرن اپریکا شیعه اتناف کتبت بسرمانه دا و میجو یا پیهات یه تجی کرن لپرت میجو یه پیهاتی نه تجی کرن امام نووی خودی جرازی بتن ادبیجتن حقیقتا اوی رواتا راستا روایت یاد صحیحه مسلمی دهات یه خواره بس تیگهشتنو شروع بکرن اوی رواتی و السبب اگر ابي بصياركم معاويه عامر بن سعد بن ابي وقاص كربتن دابتش ندف امام النووي دا حقيقه ابي روايه بمديارك بشتنجارك امام النووي بشتنجارك كمك خوارج اترينشتي بين الجفاتك واوانا اتهافت امام علي خوارج امام الزانين اون اوت امام علي كشتي و يعني دجمنت امام علي بن مالاوينه بجا الديوانه كش ديوانه تخوا اتهافته امام علي وقسيش كاستيد قوتني وحاشا لعنات لد باراندن اتوي ديوانه دا عامر بن سعد بن ابي وقاص الويريبي ابي خوا مكر بنت هافته امام علي بس بوا ديارة احتمالا بيچينا بيجي يعني من اوانا جي بكتن كو قسانا بيج قسيش كاستيد در حق امام علي دانا بيجن بيجتن خبر بمعاوية هات كو جواتا كالفلان عرضية خوارجا جريدايا و بجاية هافجنا امام علي اینا معاویه ظلامت خواهره کرن او جواته همی پیک و گرد اتگل عامر بن سعدی اتگل وانا پیک و اینانا دیوانا معاویه امام نووی اتبیجتن معاویه که تبکت تحقیق الگل وانا کر کابو چی تحاوشن امام علی و هر اکی جی سزایوی دای حتی گهشتی عامر بن سعد بن ابی وقاص اوه کره صحابه پیغمبری صلاة و خسرم ده چه وقصا بیجته امام علی بیجتن معاویه خودی جرازی بتن گوتا عامر بن سعدی و گوتی تا بوچی نتهاوه تا امام علی
تابو تشينات هفتا إمام علي إنا عامر بن سعد بن أبي وقاسي جابا معاوية دا هرويكي قفادي ما قوتي قوتيكو در حقا ويدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سي متحيات كرين سي پاداشت يعني سي جارة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن يعني شأن علي بلند كري ومقاميوية بلند كري بسي قوتنا هر ايك شوانا هكر پیغمبر در حقا مدى قوتبا دابو من اش دنياي وكل تشتاكي دنياي دا يعني بقدر وقيمات تربتن إمام نووي ادبشتن ها روايات ياب في شكلية ياب في شكلية ناكو اوهما يعني معاوية فرمان العامر بن سعدي كربتن كحاشا خبرت شكستي بشتا إمام ي علي هروسا ما بلغيت هين ما بلغيت هين كو معاوية جلا جلاك رئيس الإمام علي ادجرد يعني جلا جلاك قدر قيمات الدا إمام علي وجلاك رئيس لي ادجرد حتى يعني جارك صحابك تقولني ضرار الصدائي ضرار الصدائي هات ديوانا معاوية إنا معاوية قوتا ضراري قوتا كان بومن بحث إمام علي بك قوتا ضراري بحث إمام علي كر وتخلك تبوري دا أكيد أو نظروك أو صحبتي من يبوا فاقو هاستي هكا البروابة ضراري ما تحيط إمام علي كرن ووصفه صالو خاو نشانتو همي بو معاوية ديار كرن إنا معاوية وصى جري حتى برسنجي تخطر كرين وقوتا ضراري قوت والله أف أخلاق روشت جوان أبي تدر حق إمام علي دا قوتي أبا همي هشتا كيما در حق الظلامة كي وكيوية بيروز دا صحكني خشكو برايت عزيز روايات درست صحيح بما نقلت كن كمعاوية جلق قدر إمام علي دقرد وحتى وقت بحسويت هاتا كرن يعني أو صالو خطو نشان در حق ويدات هاتنا فاقو هستن بمعاوية جاركي بتنجي معاوية نقوتيا افتشتل دف إمام علي نينا حاشا وفجا برو فاجيشنيكا رابط قاسيش كاستي بيشتا إمام علي هروسا دكتور رحيلي خديجة رازي بتن ادبيجتن هنديك معاوية مروفاكي شارزابي وقت ايك هاتبا ديواناوي يعني صحبات جيت اينانا در صحبات يعني دا اخفتن دا صحبات در حق امام علي دا بكت طبيعات معاوية يهو صابية وقت مهوانا ايك بهاتبا كساكي بياني هاتبا معاوية او دا اخفتن يعني كودا قساجي تشيكتن در حق امامي يه علي دا بجا يعني اف دكتوري ها دكتور رحيلي ادبجتن طبيعات معاوية يهو صابية بجا ادبتن هر السرفي شيوازي دانا اخفتنكو دا عامر بن سعد بن ابي وقاص يعني در حق امامي علي دا هندك اخفتنا بيش دا كيفا معاوية بيبت لوما بسيار جيكر هكا او صادش صادت زانتن كو ايكي ويكي يعني كريت صحابة دي چوا حاشا قسيش كستي بجنا امام علي سر راي هنده جيكو كو افا ايكش يعني كريت صحابة كي غلا غلا كيه ما قوتيه بيروزا وك في نمونا في غاوه ما قوتي كو غلا جارا معاوية خلق دا آخفتن جيت اينانا در وكي قوتي الدان آخفتن دا آخفتن جيت شيك در حقا امام علي بجن جارا كي ابن عباس عبدالله بن عباس هاتا ديوانا يا معاوية هر سر بشي واضح آخفتنه وكي ما قلت دابكينا دليل أفكو أفات نفبرا معاوية وعامر بن سعد بن أبي وقاص دا ريداي هر نفسي بشي واضح هر وكي في شكلية أو فيقا في أسبوع بجم أو دانوستاندنا ديال يعني معاوية كري اتقال ابن عباسي بشتنجارك ابن عباس هاتا ديوانا يا معاوية إنا بشتي صحبتك دير ودريش إنا معاوية قوتا قوتا ابن عباسي عبد الله بن عباسي قوتي تو يعني البشت قوتي تو بشتا يعني تو بشتا امام علي تجري يان بشتا امام عثمان تجري يعني حروكي دايا اخفتن دا اخفنا كجي شيكتن با عبد الله بن عباس حبر الامه او عالم الزناي هند بركتي انا قوتا انا جابوي ابي قوتا قوتا معاوية انا لست على ملة علي ولا على ملة عثمان اثناء يعني السر اسنش حوالت عليما وبشتاويت جرم ونش حوالت عثماني جيكم وبشتاويت جرم بل اني على ملة رسول الله اس يلسر يعني اس بشتاوان يا پیغمبركم صلى الله عليه وسلم اس يد قال پیغمبري خدي صلى الله عليه وسلم هوصا يعني معاويه طبيعتي هوصا قال جرى اخفتنش خلقي تشيت كرن يعني الدان اخفتن دا الديوانوان وكي قوتي بي خوش بتن هروسا يعني ام بيجين مستحيله
كو ايكي ويكي معاويي قسيش كستي درهاق امام علي دا بيجت يانجي سر راي هندكو بجاشنكا فرمان الخملاب كت الامام بكت سر بين برا ومن برا بكار بين بوهاوتنا امام علي وقسيش كستي بجنا امام علي اجبر چند وان اجرت بقاوة از بيجم يعني از جاركاي دبارك مبا ايكي ويكي معاويي مستحيلة درهاق امام علي دا قسيش كستي بيجتن وهروسا مستحيلة دي سابة يعني فرمان الملاب كت سر بين برا حاشا لعنت العلي باري نقصش كاستي بجنوي اجبروان چند اگريتا ايك اگر ايك اويا كو هنديك معاوية هندي ما قولي بيو او رواطة صحيح در هقاوي دا هاتي نفا قهاستن بوما وما قولي بين همي وقتا معاوية مدحيت يت علي تكرن همي وقتا مدحيت ويت كرن وقالا قالاك ما قوت يعني حاجت كر بون منا جاركي ابو مسلم الخولاني اف زاناي يبرنياس هاتا ديوانا يا معاوية آخفتنا که دیر و دریش نا برا هر دوکا در ریدت جواته دا حتی دمائی که ابو مسلم الخولانی گوتا معاویه تو بوچی هفرکی یا علید کی ما کنگی تو شوی چه تری سحکنه خوشک برایت عزیز دا سحکنه کانه رد دا معاویه بو آخفتنا ابو مسلم الخولانی که چیه یعنی چه بر سواوی دا ابو مسلم الخولانی گوتا معاویه تو بوچی هنده هفرکی امام علی ما کنگی تو شوی چه تری اینا معاویه گوته والله اینی لأعلم انه افضل منی والله از باشت زانم امام علی گله گلک افضل ترش من و گله گلک بقدر قیمت ترش من و احق بالامر منی و هر وصا کرسیا خلافت حق پتری بویه یعنی اول سر کرسیا خلافت رینتا خواره سحکنه خوش که برایت عزیز لو ما گوت خدانه وی خدانه وی هلویستی در حقا امام علی دا چواده قصیش کستی بو امام علی بیجد چواده فرمان الملاکت السر من برا باوجن امام علی حاشده چواد لعنت امام علی بارینتن او خواب خواه بشهدکیا ابو مسلم الخولانی بشهدکیا هندی اول و جواتت حاضر ید بیجد والله امام علیش من افضل تره واللهش من چه تره والله کرسیا خلافت جی پتر بوی کد بی اش من و جا یعنی اوا ام یعنی ام بیجین کو یعنی نعقل قبل ناکت الجهة كي معاوية أفان أخفتنا بيشتن حاشا وديارة حاشا با إلا أم وجا رابين ببختية لبكين حاشا نعفيل دفترة منافقة بن بيسين با أفا صحابة پیغمبرية صلاة خلية سربن أول چند جهة آيات القرآن وحديثة پیغمبرية صلاة خلية سربن يتهاتين بو رازي بينا خود تعالى ياب سر همي صحابة پیغمبرية دهات يا خوارش مهاجرة وأنصارية لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار يعني لقد رضي الله عن المؤمنين من المهاجرين والأنصار كان جارة أفقتنا هاتي الدبارة كرن القرآن دا خد تعالى يش معاوية الرازي بيشكو أو جيش إش مهاجرة بيش مكهي شوية مدينة بجشنيكا حاشا أمر رابين وي توان باركرين بدرياتي العردكي مدحيت إمام علي بكت حاشا والعردكي دي حاشا لعنة لبارينتو وقسيش كاستي ما قد بيجتي أفا خالك خالك دوي كو أم بيجين دي سابة أفا خالك دوي جهر دي سابة بلغال سر هنديكو يعني كو مستحيلة معاوية قسيش كاسي بيشتا علي أبايا كو وقتي معاوية وعلي الشريدة يعني هفركت ايكو دوبين شريت نبراوان دار ريداي وشري صفينة ما تخلقت بوريدا ما چنجارا درجاهي وكي قوتي بتيرو تسالية من سر راوستاين ات ميدانا شريدة حاشا يعني معاوية چجارا قسيش كاسي نهات یه وگوستن چه روایتا که در حق امام علی دا گود بن او هشتا امام علی ساخ وقتی هفرکی امام وقتی هفرکی هم معاویت کر و الگلی که بشرت چون و قصیش کستی نهات نه وگوستن که معاویت در حق امام علی دا گود بن او وقتی یه ساخ و هفرکی هاویت کر باشه چوا پشتی بمرتن حاشا چوا پشتی بمرتن ده چوا معاویه حاشا یعنی از مانه خواه يعني دتا شولي بوهاوتنا امام علي حاشا انجي دي لعنتا لي بارينتن اوه سبب دوه سبب سيه هنديك يعني معاوية قالك مروفكي يعني يشار زابي عقل مند بي يعني حتى تبيجن إيكش عقل دارت عربا الوي سردميش قالك قالك بنافو دنك بلكي أما احتمالا يعني كاس ند جاشت أستوي بعقلي وشار زايي و تيجهشتني يعني هكار معاوية فيابا فرمان الاكيب كتن كو او ايكا حاشا خبره بشتا امام علي ماده فرمانه العامر بن سعد كت عامر بن سعد افا ايك الشيريت بصرمانانا افا اش معاويه ناطر سطن افا ها قهداريا معاويه ناكت افا ها بچو مال الدنيا الرازي نابتكو معاويه يعني مالي بدتكو حتى الرازي بتن فجاشنيكو خبره بشتا امام علي افا كري سعد بن ابي وقاصيا ما
معاوية هند حاشم روكي خشيمة رابطا يعني بيجتا عامر بن سعد بن أبي وقاصي رابا قصاب جاء إمام علي ما حاشا معاوية مروكي بأقلا هكار إن يتا معاوية أوبا تكليفة ايكيب كت أن فرمانة ايكيب كتن كو خبرة بجتا إمام علي ما دي بجتا عامري عامر كوري صحابة پیغمبري صلق السربن عامري طماعية دنيا نين حاشاشنكا سبا صحابة بكت عامر ظلامك شيرك اش معاوية ناطل ستن تنازلي بوناكت معاوية دا چت حاشا جبانكي جرهت دا چت المروفكي حاشا طماعك طماكار الدنيا بادالي جرهتن ودا اينت دا فرماني لكت حاشا جلك جارا هوزان وانت هين دا فيواني بشا بو مال الدنيا هما دا تجي دا في مال الدنيا كت ودا هوزانت هوزانت لعنتا حاشا و فاحشا و كريتيا دا وهينتن ودر حقا امام يالي دا يعني لو ما ام بيجين هكار يا برعاقل اوهيا كدا معاوية ايكادي تكليف كد بو في مهمة نتا چت بيجتا عامري عامر غيخونات تا معاوية حاشاشني كابتا ديفلان كي معاوية و خوش شريكا اسلامي در كابتون شنكا حاشا خبرش كستي و قصش كستي بيجتا يعني امام علي اوه خالصي خالا يا چاري اوهيا كو هنديك معاوية يا ماني مسألة عبدومايك هاتي ايدي حسا يعني ايدي ما قلت كمان في عد تداهية كو بو معاوية كو معاوية خبرة بيشتا امام علي يانجي قسيش كستي بيشتا والسر من برا لعنة علي بارين ان فرمان الخلقي بكت كو حاشا اوه چند بوي بكن ماني مسألة منتهي بي امام علي ما قلت يهاتيا شهيد كرن وحسني تنازلا بوي كري كرسية خلافته دايا في وأفريكا چار كنارت علامة اسلامية وخبوت جمينن ويبيا خليفة أمير المؤمنين وكسك أفريكا سر أخفتناوير را نشد وكي قوتي يك فرمان بكت يانجي أخفتنا كادي بيش سر ياوير را والدنيا همي أفريكا وخبوت جمينتن وأفريكا مظنة إمبراطوريتك غلقا مظنة يا إسلامي أهري معاوية يعني چب بيت فيها چم محتاجة يعني إجبار چش نيكاد الرابطة چش يكيما دي بو چش نيكاد الرابط حاشا بشتي مرنا إمام علي حاشا دشنيكا قصابشتا إمام علي وحاشا خبرا بشتو خبين تاوي ريزي باشا ما معاوية يعني شكيفة بيت فيها ما نمسالة يا منتهي بي كرسيا خلافتها وارجرتي ودولتها آواكري وعالم يا سريخة بود جامينتو وكي ما قوتي قيادة يا عالم إسلامي بسرمان همي كتي الله بيتو إهدي يعني معاوية شو بيت فيب هندينينا حاشا خبين تاستاكي نزمو خبرا بشتا إمام علي أبا خالا يا چاري خالا بينجي دهكر أم باش هزريت خوابكين بشتي إمام علي يعني بشتي إمام علي باني علاقة معاوية جل عيالوي وصا خوش بي حتى حسني تنازل بو كر حسني تنازل كرسيا خلافته بو معاوية كر علاقة پيواندية معاوية جل حسني وحسيني قوتي هر سال جارك چون ديواناوي و هند زير و مال دنیا دائه ایدی شویفه ندشیان بینن علاقتتوان گله گله که گلیت خوش بین باشه وک سیاست جیه ما یعنی کنگی معاویه حاشات مروکی خشیمه یعنی حاشا خبره بجده باب حسنی و حسینی باشه ما نه هکر معاویه رابط قصیش کسی بجده بابوان ما نه دیوانه که تا دجمنیت خواه اره معاویه حاشا ما پیدوی هندیه كو حسن وحسين شنيكا بشتي هنجي ببنا دجمنتوي يانجي وخورينتو و اكي قوتي بكشتا بنجانجي تخواو و دجمنا و اكي قوتي بخواة چهناكتو دوستا و هفالا بخواة چهكتن مانا يا برعاقل اوهيا يعني چوا دي حاشا معاوية رابطا قصد شكستي بيشتا بابيوان وجا شنيكا حسن وحسين رابنا السر خواه و شورشا كي دجيوي بكنو چپرا گريدنو ببنا دجمنتوي اري مروف بعقل اوه يبخوا يعني چپره دجمنان خواه زيده كت يانجي دوستو هفالا بخواه زيده كتن يعني مروف بعقل يشارزا اوه يكو بجيد جيانك ايمن بشرو وقرقش ونخوشي ها يانجي بجيد جيانك يا اب ما ترسيدارو يا خطرو يا ترسناكو همي وقتا يعني دجمن كار دجمن الدوري تويبنو همي وقتا نشد جيانك يا خوش يعني ببورينتن اوجی خالا یا پنجه خالا ششه و یا دو ماهی که سروی صحبتا بگاوی از بجم بو گهدارت خواه و بینرت خواه اوه گو یعنی هاویتنا بسرمانا و بتایبتی ویجا صحابت پیغمبری حاشا با وجنه ای کدو اوه نه اخلاق بسرمانا نه عالم اسلامی مروفت عادیش بسرمانا حاشا خواد پارزن بو هاویتنا خلکی مانه میا گلی بی حدیث پیغمبری صلابت خواهی سربن که چند خطره کتب با وجی مروفکی بسرمان
ما پیغمبر خود صلوات خود سر بن مانه مانه اگوتی ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء چند آتت قرآن هاتنا ها چند آتت قرآن هاتنا و چند حدیث پیغمبر صلوات خود سر بن در حقا کو چنابت مروی بسرمان از مانه خو حاشا پیس کتن اب هاوتنا هاوتنا بروی قنجو چاکو باش يعني أبنى أخلاقي مروفت عاديش بصرمانا بجشنك أمير المؤمنين ما ظن دولة بصرمانا حاشا دي شوخة انت بيريزي لو ما أم بيجين ما صحابة پیغمبري عليه الصلاة والسلام ما في حديثة پیغمبري صلاة والخلية السربن أو نهي كري كو چينابت مروف بابشتا مريا مروف بابشتا ساخا بجا السر الرهن دي كتب بابشيا مريا جارك الديوانا پیغمبري عليه الصلاة والسلام صحابة هاوتا هندك كافرة مشرقة بري هنجي مربين بري هنجي مربين يعني صحابة پیغمبري صلى الله عليه وسلم حاشا هندك قساق قوتن هندك مشركة هندك كافرة بري هنجي مربين پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي قوتي لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا قوتي نهافجن مريا نهافجن پیغمبري صلى الله عليه وسلم نهيا كريكو أن پاوجنا مريت كافر مريت مشرك فجاش نيكو دي چوا هافجيا مريت بصرمانا بجس سر راه عندك وأبا الصحابة بيغمبري بتن سر راه عندك وأبا خليفة بصرمانة بتوختكي وإمام عليا يعني بيغمبري صلى الله عليه وسلم نهيا كريكو بصرمان بافجنا مشركة مري مشركة مري بجد شوا يعني دي شوا مروي بصرمان هابشتا بصرمانة وحاشا هابشتا الصحابة بيغمبري صلى الله عليه وسلم إجبرفان شش خالد في قافي ماجوتين أف رواية هاتية بلاف كرن أدبر برت ميجويدا كو معاوية فرمانا العامر بن سعد بن أبي وقاسي كري كو بشت بافجتا إمام علي أف جبروان هر شش وكي قوتي أجرت ما قوتين وموقفه يعني هر وصا شروفا كرنا يعني إمام النووي خده جرازي بتن أفا همي ويد چند دياركن كو معاوية قلا قلا كشوي آستي بلنترا أوي شيع حاشا يعني دياركن وجهه وی دیارت کن حاشا بو خلکی کم رو وکی حاشا خبر راج بی مرو وک بی کو حاشا دیر بیش اخلاق و روشتید بسرماناتیه سر را هنده کو او خلیفه بسرمانا بی الوی سر دمی خوش که برایت عزیز یاشمه و اف صحبتا ها یعنی صحبت السر بلا زیدتر نایتا کرن چونکو یاشمه و من اف صحبتا وکی گوتی اف رواتا هات یه بلاف کن نف تاریخا بسرمانا دا و بریکا شی آبریکا کتبت یه تاریخیت شی آبریواتت وانت حاشایت یه درویت ببخت ياشن بس هجر خدي حسكتن دائم بچين بحس باش إمام مالك اتبيجتن بيجتن وكل الرواية من هذا النوع أسانيدها ضعيفة بيجتن هندي الرواية كت وكي في أف رواية تفردو كت برينو كما قوتين در حق معاوية ويزيدي دا هندي الرواية وكي فان هاتين سندت وانا همي ضعيف و اتلاوازن خوش كبرات عزيز يعني احتمالا ما هندم نما بتن ام پتر السر اوی روایت وان هر دو روایت راوستین اب آنه یا خودی بلا شرح و شروع کردن اوان روایت و راوستان السر و دیار کردن حقیقت وانا کانی راستن حاشا هم ببختی و درون بلا بمین تر بخلقا بیت هگر خودی حسکتن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.